طبعا متواجد في جدة، فجأة كذا اشتهيت الأكلات الشعبية مثل التقاطيع، الكبدة، الشوربة. أنا من عشاق الأكلات الشعبية. المطعم الشعبي حي الجامعة. حلو، انتقال قريب من الموقع اللي أنا فيه. توكلنا على الله. طيب الحمد لله وصلنا موقع المطعم. في جلسات داخلية كيفة وكل أمورك تمام؟ الحمد لله بالعافية علينا. في شغلة لازم تنتبهوا لها، إذا أنتم ما تحبوا الكبدة تكون نية شوية ركزوا عليهم، قولوا لهم إنه تبغون كبدة مستوية شوية، لأن أنا ما أحب الكبدة تكون نية كذا. بس بشكل عام كويس والله، يا رب لك الحمد. طيب زي ما انتم عارفين عندي الأقمشة الخلفية تحتاج تغيير، بس ايش الإشكالية؟ عشان عندي بريك إلكتروني فلازم أروح ورشة عندهم كمبيوتر، فهنا في شارع الإسكان في ورشة شكله عندهم كمبيوتر أشوف. طيب لقيت ورشة هنا، قال لي حط الجير على البي وبعدين نزل الجرنت وطفي السيارة. طبعا التركيب ب40 ريال. طيب الآن فكينا الأقمشة، هو يقول لي ما يحتاج كمبيوتر لكن إن شاء الله أهم شيء ما في عطل. إذا هذا والله برافو عليك والله. طيب زي ما انتم شايفين باقي 30%، بس خلاص الأفضل تغير. طيب الآن خلاص ركبنا كفرات كل شيء. طيب اللي سويته الآن كالتالي، حطيت القر على الان بعدين سحبت الجلنت وقاعد ادبل الفرامل. طيب اوكي تمام حلو الان نزل بسم الله، فحطيت على الان عشان القر ما يطق. طيب ما في اي علامات ولا شيء، الوضع تمام ان شاء الله. الفرامل تمام، الوضع تمام. طيب جيت محل ابغى افصل الكابات، شايفين الكاب هذا، بفصل نفس شعار اليوتيوب ونفس الوقت شايفين السديري اللون هذا، بس التصميم نفس هذا، نفس الطريقة كذا، شعار يوتيوب هنا يمين يسار وهذه الجيوب عشان تاخذ كاميرات وزي كذا، ونفس الوقت هنا شعار في الخلف. طبعا الحبة 250 ريال قبل الضريبة، والكابات 15 ريال قبل الضريبة طبعا مع التطريز وكل شيء. طبعا الإجمالي كم قلت لي؟ 862 ريال. ايوه دفعت 431 ريال. طيب دائما في التعليقات تقولوا لي عن القطعة هذه، فقاعدين نشيل القطعة بنركب نفس اللي في الدعاسة، بنوحد اللون بإذن الله. أنصح كل واحد عنده سيارة جديدة يركب هالربلة أو السيليكون، تحمو جلد الدركسون وبنفس الوقت ما يخرب الشكل. شوف إيش رأيكم، فلوق الفترة فلوق تظبيط السوسو. والله وضع السوسو مكركب، شوفوا كيف فكينا الدنيا كل شيء. ان شاء الله النتائج تكون ايجابية، حتى الدرج فكيت، بغير كل شيء خلاص، اللون هذاك ما حتشوفونه ابدا. طبعا تستغربون ليش فاتح فتحة سقف البانورامية، عشان ريحة الغرة حتكتم ام السيارة. بالله ايش رايكم، اخيرا اللون متناسق صح، شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله. طبعا اغلبكم عارفين انه عندي مشكلة بالحساسات الامامية، فجيت هنا في محل سوالي كشف كمبيوتر، فضروري جدا قبل ما تغيروا الحساسات الأربعة كلها ومدري، لأن أكثر من واحد قال لي أغير الحساسات، أكيد حساسات خربانة. طيب كيف أغير؟ يعني إيش يضمنني إيش الخربان بالضبط؟ فضروري تفحص الكمبيوتر فبنغيره إن شاء الله. طبعا أخذ مني الكشفية 100 ريال، قلت لي يعطيني فاتورة عشان لا جيت غيرت الحساس هذا وما زبط برجع له، يصير ما يأخذ مني كشفية من جديد. ما أدري الموضوع صدق ولا أي كلام، تخيلوا الحساس الواحد 300 وحاجة بعد الخصم ومدري ايش. خلاص على كذا بروح اركب من عند الرجال هذاك وانتهى الموضوع. طبعا الغطاء هذا هو فك
عشان يشيك على الكمبيوتر، انه في المواقع زي علي اكسبرس وزي كذا لقيت الحساس ب 40 ريال مدري كم والله العظيم، بس اكيد مو الاصلي، درجه ثانيه شيء زي كذا ممكن الله اعلم. شوف نفسه والله صراحة أنا أشوف أحسن قرار سويت إني قررت أركب عنده عشان ما يروح حق الفحص بلاش. طيب للأسف في أخبار غير مبشرة، ما أدري، هو يقول إن الحساسات عنده غير مطابقة للي عندي، حد ما أدري فين المشكلة. ما شاء الله شوف الهمر، ما شاء الله تبارك الله، دبابة دبابة حربية. القطعة هذه كيف مباهتها؟ بجلدها بتجليد كربون فايبر، نشوف كيف. طيب خليني اصور لكم زي ما شايفين. اللون الاسود مش ولا بد، لكن احسن من انه يكون باهت الحمد لله. هنا الباب الثاني، يا الله قفلت الباب. هذه الاماميه تجليد كربون فايبر. اصدقائي ابو نهال في خبر مو حلو، يعني تخيلوا انا دحين غيرت المساعدات وكل شيء، قبل شوية أخذت لي مطب طلع نفس الصوت هذا فيه. إذا في إن في الموضوع، والله إذا إني قدرت أكتشف مثلا المسمار عمود التوازن ولا شيء كذا، والله كثير منكم راح تستفيدوا، لأن تقريبا أغلى شيء المساعدات، فالأشياء البسيطة هذيك، لأن أنا سيارتي هي جديدة كان في الصوت هذا على خفيف، بعدين زاد الصوت مع الأيام. فقبل شوي والله طلع الصوت. والله منورنا حبيبي قلبي حبيبي. وباذن الله قصص المتابعين، يعني قصصكم انتم وقصص من اخونا فارس الراوي، مو الراوي يعني اللي بيسرد تمام، السارد كان السارق. فاللي بيسرد ان شاء الله بتعليق اخونا فارس، لانه ما شاء الله مبدع في السرد. المحل اللي فطرت منه حد الآن ما حطيت في بطني ولا لقمة، بس قاعد أشرب موية وعصير. فالميم فين جينا يا فارس؟ مطعم اندونيسي؟ طيب العشاء قد وصل. والدندن والله ما هو قدرك يعني، لكن يا اخي السريع المتوفر يا اخي روح، يعني انا اللي عزمك واخر شيء ماك مفطح ولا اقول هذا يا شيخ روح، هنا دي ملحمة نعطيك واحد ذبيحه. اوه بوي اخ، بس لا تحركات المهايطيه هذولي. هلا والله. طب عشان نصحصح في الطريق، فارس جابنا في هالمنطقه عباره عن كافيهات. انا اول مره بجرب قهوه مختصه، وتجربة ناجحة الله يعطيهم العافية. طبعا هذا اللي شجعني والله من جد، صحصحت انا ولد. يلا خلاص حان وقت الوداع حبيبي، لكن باذن الله كما وعدت اول قصة قريبة باذن الله. ضبط ورتب، نبغى قصة خطيرة وجودة ما سمعناها. جودة الصوت ان شاء الله كذا تسمعها في قلبك مو باذنك، هي توصل في الاذن بس القلب اللي يسمع ان شاء الله. خلاص باذن الله. زي ما انتم شايفين الان، شايفين القطعة لما اكتملت كيف جمالية السيارة ما شاء الله تبارك الله. وبرضو شوف هنا ما شاء الله تبارك الله، أجيكم من الجهة الثانية، شوف هنا من الخلف تشوفوا بالطريقة هذه. طبعا منزل الستار عشان تقدر تشوف بشكل واضح. المسند الوسطي شايفين صار مقارب جدا بلون الأرضية، الله يعطينا خيرها ويكفينا شرها.